عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم من محافظة البصرة لدينا حالة جديدة، شباب تم تعيينهم لمدة 3 أشهر وتم إنهاء خدماتهم لأسباب غير معروفة. الأسباب مجهولة حسب كلامهم، أعدادهم ربما تقارب 1000 يعني شخص تم إنهاء خدماتهم في محافظة البصرة. زميلي مازن اليوم متواجدين معهم بالتظاهرات حتى نعرف أسباب إنهاء الخدمات. السلام عليكم. السلام. أريد نعرف أسباب إنهاء خدماتكم. هل تم تعيينكم يعني قبل إجراء الانتخابات وبعد 3 أشهر تم إنهاء خدماتكم؟ حدثني عن المشكلة ومن الجهة اللي تم يعني عينتكم. يعني هي المشكلة، احنا صح تعيننا قبل الانتخابات البعض من عندنا، لكن بعض من عندنا داومه 9 أشهر وداومه 6 أشهر وداومه 3 أشهر. 3 أشهر احنا شركة خطوط الأنابيب النفطية لا وقعنا على عقد بداية دوامنا، أي عقد ما وقعنا. اليوم تم تجيبني شركة حكومية، شركة حكومية ما بيها عقد، انه ان انت ثابت ونفط البصرة للبصرة. احنا رفعنا بعد يعني صارنا مظاهرات. يعني شلون تم تعيينكم؟ بأي طريقة يعني؟ تم تعييننا، عندنا احنا ناس خريجين وعندنا عندنا شهادات وكنا مستحقين وظيفه. يعني ما عندنا جهه، احنا نقول لك كجهه، بس انت ما تقدر يوم توصل الوظيفه اذا ما توصلها جهه معينه. وصلناها جهه معينه، هاي الجهه المعينه قامت بتعييننا. ليش؟ لان احنا اهل البصره ومستحقينها. تم تسريحنا من العمل، ورا ما سرحونا من العمل طلعنا تقريبا صارنا 10 أشهر مظاهرات او طيق واعتداء ومبيت بيتنا، يعني خاصه مال خور اللي ما انذكرت، اعتدوا علينا القوات الامنيه. صارت عندنا كتب مشوا بها النواب جزاهم الله خير الجزاء، بعض نواب البصره، من رفعوا الكتب وين وصلت؟ وصلت الكتب للامانه العامه. حاكينا وصلنا للسيد الوزير، السيد الوزير احسان عبد الجبار، هل الكتب من الامانه العامه رسميا راح توصلك؟ نعم رسميا راح توصلني، وانا مبدئيا موافق عليها، يعني شفهيا موافق. تمام، كملنا الكتب من الامانه العامه اللي هي قبل قانون الدعم الغذائي اللي لغونا من عنده، يعني خلال دقائق تغيرت الورقه وتمشت حقوقنا راحت. وبعدين يعني من الامانه العامه صدرت بينا اكثر من 4 كتب من قبل النواب ومن قبل الامانه العامه رسميا. الأمانة العامة وين كتبنا اللي رفعتوها؟ وين صارت هاي الكتب؟ لحد الآن يقولون ماكو وارد، إنه يعني ماكو وارد من الوزير. الأشهر اللي استلمت راتبها كم شهر؟ 3 أشهر على 750 ألف عراقي. نعم. أي. وبعد الأشهر أكو أشهر ما استلمت رواتبها؟ لا لا لا، تمنها خدماتنا بعد ال3 أشهر وال6 أشهر 9 أشهر. أستاذ يونس طبعا شكرا لقناتكم دائما تواجدنا. الطامة الكبرى، خلي أزيد من الأخ، الطامة الكبرى اللي حتت ويانا ويا هؤلاء الشباب أنه تعيننا بدون علم أنه 3 أشهر وقطعون خدماتنا بدون عقد وبدون أي مفاوضة بيناتنا، حالنا حال أي موظف. الطامة الكبرى اللي صارت، كل واحد كان عنده شركة أهلية يداوم بيها، ترك عمل. اليوم أنا من تجيني وظيفة حكومية، هل يا ترى أبقى بالأهلية؟ هذا حكومية مستقبل لمستقبل عائلتي. أي واحد كانت عنده شركة أهلية، كان عنده محل، كان عنده عمل، ترك عمله من أجل الدولة، من أجل الحكومة. لكن نتفاجأ بقرار إنهاء خدماتنا. إحنا 1000 موظف، ما يعادل 1000 عائلة بصرية تم إنهاء خدماتهم على كافة قطاعات الشركات النفطية في محافظة البصرة. أنت تجيني تقول لي شنو السبب؟ السبب مع الأسف إحنا إنهاء الخدمات بدون سابق إنذار. ليلى ضحايا جانا كتاب بطلوه. استاذ يونس اذا تجيني اقول لك سبب، اقول لك لعبه سياسيه، اقول لك لعبه حزبيه، ماكو اي سبب ترى، ماكو سبب انه يدل على قانون انه ينهون خدماتنا، لان احنا الكادر محتاجنا. اذا تلاحظ هسه الشركات وتروح تقابلهم نفسهم مدراء الشركات يقول لك احنا محتاجينك، يعني شركات شبه ان توقف. يعني برايك يعني تم تعيينكم هل كسب اصوات انتخابيه وبعد ذلك يعني خلينا نقول تم انهاء خدماتكم؟ صح. احنا الساده اذا نريد نحكيها من ناحيه الانتخابات، هذا الشيء راجع لهم مو راجع للناس الفقراء. هم من يريدون يعينون العالم هاي ناس فقراء، مو والله عمود انتخابات وعمود اصوات 3 أشهر يبطلهم. لا لا والله ما صايره. يعني انت هسه تريد تاريخ النفط، ما حد مبطل بالنفط، لكن شنو السبب؟ انا اسال وانت تسال، لحد الان السبب مجهول. السبب سياسي، لحد الان السبب سياسي. احنا ناشدنا صار لنا سنه ونص نطلع مظاهرات واعتصام مفتوح. نعم مشاهدينا الكرام، يعني تقريبا 1000 عائلة أو 1000 شخص تم تعيينهم
لمدة معينة، بعد ذلك تم إنهاء خدماتهم. استمعنا إلى مناشداتهم عبر برنامج لوكيشن. نتمنى من الجهات المعنية يعني النظر بطلبات هؤلاء الموظفين في الشركات النفطية في محافظة البصرة.